اوكي خلاص مش الحال شفته. بعدين تاني هدف، اوكي دي تاني هدف. كان كمان في هدف حيروح، كان في هدف اجى معنا من 2023 حيروح معنا 24، رخصة للسواقة. تحبيني الهدف، تحبيني بقلي. اوكي درايفر لايسنس. تالت هدف كمان اجى معنا من 2023 حيروح معنا 2024 هو العملية صح. شو اسمه، اوكي تذكرت. اوكي رابع هدف اللي هو جديد جديد. الحمد لله في اهداف جديدة، يعني ما تخافوا مش كلهم من 22 و 2019 و 23 و في هدف هلا انه جيب سيارة. انا بتعرفوا كي خلاص ما حاحكي هلا. اوكي بعدين بقول يطلع تسلل، ما هيديك السنة كلهم طلعوا تسلل. شو كان علاقي انت القمر؟ عندك اهداف؟ واو جايز هول اهداف صغيرة بعد ما وصل الاهداف الكبيرة. اوكي اول هدف كبير لامبورغيني. تاني هدف رح اعيش بالمالديف. فكرة بتعرفوا ما بحب المالديف انا، كيف انتو بتحبوا المالديف؟ بحس هيك اذا بروح بروح بس يومين، بحسها ما بعرف كيف اوفر ريتد. My number. What? راتب كويس. إيمان نفسي تيجي مصر في المستقبل. مصر هاي إن شاء الله 2026. حبيبي بدو على رأسي. عراس عراس ولا دماتي. ايمان احنا بطلنا اصحاب صح. اول هدف بطل اصحاب مع كل اصحابي، ريموف اول ماي فريندز فروم ماي لايف. بعدين تاني هدف جيت نيو فريندز انستد اوف اول اوف ذم. انتو كيف هيك لازم؟ بس ما هو هالهدف حققته من زمان، هالهدف انا اسعى شي بتحقيقه. صاروا كلهم رايحين، جاي نطلع من اللايف. لا عن جد تعرفوا شو، انا كل سنة بغير، كل سنة بغير رفقاتي، بس عندي يمكن بعد رفيقة. ثانك يو فادي، من الفريق تشجعين انت؟ شو بتشجع؟ انا بشجع مثل ما انتو بتشجعوا. المهم ايه متعودة والله. ايه ضل عندي بتعرفوا رفيقة من صف وأنا برشلونة وأنا ريال مدريد. أوكي ضل عندي رفيقة من تاسع، لا عاشر، يعني صرنا 6 سنين تقريبا. هيدي الوحيدة خليتها، الباقيين هوليك كلهم يعني كلهم بطلنا رفقة. حلو التغيير. إيه أنا هيك بحب غير كل سنة لأنه بزهق. عرفتوا كيف؟ اوكي نكفي. ثانك يو فادي هالرز، صورتك خلفية جوالي هو انتي. هو شنو ملابس وتغيرين؟ بسنة 2000 راح استخدم عقلي بدل قلب. انا الحمد لله هاي عملتها من يمكن 2020 بلشت اعملها. هدفك واضح ما فيها خير. تاني هدف نلاقي برنامج غير التيك توك ونمحي ال نعم. بعدين او لا لا عن جد عن جد دقيقة، تذكرت هدف بس ما حقولكن اياه، بعدين بقولكن اياه بعد ما حققه. في هدف ما فيني اقوله. اوكي
اوكي وبعدين شو بعد فيه؟ اوكي ها كمان هدف ما فيني اقوله. نص الاهداف ما بتقولنا اياها كبست على الفاضي. جايز كبس نص 10,000 بقول لا شو 10,000 نحن على 10,000 نوصل 20,000 بقول لكم كل اهداف. يلا شوف التكبيس كفو. لا مش عاطل. اوكي صاروا كم هدف؟ 3 × 3 6 اهداف صاروا. لك لك البركات ما نعرفهم. اوف كل عشان ما حطيت لك اغنية وديع شو اسمه؟ انا هدف عشان ما انا هل تعلمت من هذيك السنة. الواحد بتعلم من غلطه. How good one you too. انا هيك تعلمت من هذيك السنة. Guys شوفوا شو صار هذيك السنة. كنت هيك افتح لايف وهيك اوكي ف كانوا متابعيني يجوا على اللايف. انا كتبت الاهداف معهم اول السنة. كتبت معهم اهداف 2023 وان حسن مدريتهم. اوكي مهم. فكتبت معهم الاهداف ام بعدين ما عادت فتحت على الصفحة اللي كتبت لها الاهداف حرفيا. ام هلأ من شي شهر تقريبا هين ذكروني قالولي انه شو صار بالاهداف اللي كتبتيهم. فعجبتهم معي كلهم 2020. حطي هدف لايف حشر ورد. هدف لايف بس ليه 10 وردات؟ انا شو حاطة؟ كيديا على فكرة انا ما حاطة هالاهداف المحطوطين لانه ما بقدر. شكرا يوسف. وانا بتمنى انتو تحققوا. بعتقد خلصنا. شوفوا بتعرفوا هالاشياء هالاهداف بكره بدي انقلهم على دفتر. رح اكتبهم على دفتر وحمحيهم من هون لانه هاد اسمه ويكلي بلانر. يعني لازم هاد كل اسبوع اكتب عليه شو بدي اعمل بالاسبوع مش للسنه. So, thank you, Nadim. ورينا. لا قلت لكم في أهداف مخفية. شو بعد فيه؟ صح تذكرت. هدف مش كتير ضروري بس يكون منيح. شو اسمه؟ ما هنا هول كلهم بهيك شد فكرة حلوة هاي تبع والله فكرة حلوة. يعني بيقولوا بس تكتب شيء فبيركز بعقلك بس هيك دايما بعقلك عشان هيك الشيء اللي بدكم يصير تكتبوه. وماي نيم دير كذا هاي ما عم بكتب اسماء فريندز. لك صح شو وضع الانستا؟ كلهم بيقولوا لي انا شو نزلت لكم على الانستا؟ نزلت لكم على الاسك مي. على الاسك مي نزلت معنوياتكم للسنة الجديدة. فانا قلت هلا بس انه هيك يقولوا هيك حكي هيك انه عرفتوا في هيك تفاؤل وطموح هيك يعني بيرفعوا لي معنوياتي لانه انا هيك ما عندي ابدا. ام كلهم لو تشوفوا ما عرف عندي فرط حركة. أما كل الكومنتات قصدي كل الريسبونسز يعني ايه مثل ما كتب أحمد عن جد كلهم هيك حرفيا يعني 99% منهم والباقيين 1% قاعدين يدعوا هيك يعني بس ما في حدا متفائل أبدا. عملت لك فلو انا هلا اوكي
يساري ويساعدك. جايز كبسة نوصل 20,000. شوفي بعد في أهداف. عشوان تفاعل. ايه والله هلاني بقوله تفاعل الخير تجدوه، بس انه اهلا اما كم السبات فابيا يعني هو مضل هو يضل. ايه والله يا محمد والله جابتك من قبل، قلت لك ايه هني قالوا لي هيك هني ايه الو الو سلوان ثانك يو يا مراك. انا ركبت وبطلت هاي اعرف احكي سلتن بيوري ثانك يو. ايش كان بدي اقول نسيت. تشيك انستا ناو واي وشي. صح صح